بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندسة نانسي جودة، مدرس مساعد الكيمياء بقسم العلوم الأساسية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في الزادية. هنشرح مع بعض شابتر 1 Atomic Structure أو ما يعرف بالتركيب الذري. Elements are composed of very small particles called atoms، أي أن العناصر تتكون من جسيمات صغيرة لغاية يطلق عليها ذرات. كما نعلم أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة توجد في المركز يدور حولها الإلكترونات في مدارات وتحمل الشحنة السالبة. النواة موجبة الشحنة لأنها تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة، فإن ما يكسر النواة الشحنة موجبة هو البروتون. وبالتالي فإن الذرة متعادلة لوجود النواة موجبة الشحنة والإلكترون سالب الشحنة. لو فرضنا إن رمز العنصر في الجدول الدوري X، نجد أن X يتميز بعددين Z و A، حيث أن Z هو العدد الذري Atomic Number و A هو العدد الكتلي اللي هو Mass Number. زي الصوديوم 11 23، 11 هو Atomic Number، 23 هو Mass Number. The same الكربون 6 12، 6 هو الاتوميك نمبر، 12 هو الماس نمبر. define الاتوميك نمبر. اتوميك نمبر is the number of protons in the nucleus or the number of electrons around the nucleus، اي ان العدد الذري هو عدد البروتونات في النواة او عدد الالكترونات الذي تدور حول النواة. define الماس نمبر. الماس نمبر هو total number of protons and neutrons in the nucleus، أي أن العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات في النواة هو العدد الكلي. طيب لو احنا تستقلين الماس نمبر equal number of protons plus number of neutrons، إذن الماس نمبر equal، احنا خدنا قبل كده number of protons هو الاتوميك نمبر، يعني بالتعويض الماس نمبر equal الاتوميك نمبر plus number of neutrons. إذن الـ number of neutrons equal الـ mass number minus الـ atomic number، يعني لإيجاد عدد النيوترونات نطرح إيه ناقص زد العدد الكتلي ناقص العدد الذري. طيب define isotopes، ما هي النظائر؟ ما هي النظائر؟ النظائر عناصر لها نفس العدد الذري ولكن تختلف في عدد الكتلي. elements have the same atomic number but differ in mass number، or elements have the same number of protons but differ in number of neutrons، يعني عناصر لها نفس عدد البروتونات ولكن تختلف في عدد النيوترونات. example magnesium 1224 or magnesium 1225. another example carbon 612 or carbon 613. ناخد مثال على عدد البروتونات وعدد النيوترونات وعدد الالكترونات في الذره، ازاي احصل عليهم؟ question number 1 for each of these species determine the number of protons and the number of neutrons in the nucleus، من العناصر الاتيه حدد عدد البروتونات وعدد النيوترونات في النواه. مديك الهيليوم 23 والميركوري 80 200 والمغنيسيوم 1224 والمغنيسيوم 1225، ومديك الكلورين 1735 ماينس، ومديك الالومنيوم 1327 بلس 3. هنحل المسألة دي ازاي؟ اول حاجة ممكن السوليوشن، يعني الحل، بمجرد ما يقول لك اوجد عدد البروتونات والنيوترونات والالكترونات في الذرة او في العنصر التالي، نعمل ايه؟ نعمل جدول، draw table، نرسم جدول نكتب فيه element يعني العنصر المطلوب إيجاد عدد بروتونات وعدد نيوترونات وإلكتروناته، ونكتب protons ونكتب electrons ونكتب neutrons. طيب العنصر الأولاني المطلوب إيجاده helium 2 3، طب احنا عارفين البروتونات بنجيبها منين؟ من الاتوميك نمبر. طب الالكترونز بنجيبها منين؟ من الاتوميك نمبر. طب النيوترونز بنجيبها منين؟ بطرح الماس نمبر ناقص الايه؟ الاتوميك نمبر. يبقى اذا هنا النمبر اوف بروتونز في الهيليوم هتبقى 2، طب النمبر اوف الكترونز في الهيليوم هتبقى 2، طب النمبر اوف نيوترونز 3 ماينس 2 ايكوال 1. طيب another example الميركوري 80 200، البروتونز يبقى النمبر اوف البروتونز في الميركوري 80، طب النمبر اوف الكترونز 80، طب النمبر اوف نيوترونز 200 ماينس 80 ايكوال 120.
اوكي. طب مغنيسيوم 1224، هنلاحظ مع بعض، والمغنيسيوم 1225، الاثنين دول ايه؟ ايه اللي يجمع ما بينهم؟ ايسوتوبس. ايه هي الايسوتوبس؟ ليهم نفس عدد البروتونات ولكن تختلف عدد النيوترونات. هنشوف مع بعض، المغنيسيوم 1224 البروتونات هتبقى ايه؟ 12. طب الالكترونز 12. طب النيوترونز 24 ماينس 12 ايكوال 12. طب في الانذر ايزوتوب المغنيسيوم 1225 هنقول ايه؟ البروتونز، البروتونز النمبر اوف البروتونز هتبقى من ايه؟ من الاتوميك نمبر 12. طب الالكترونز ذا سيم 12. طب النيوترونز يبقى 25 ماينس 12 ايكوال 13. لاحظ مع بعض اهو، بيتحقق اهو التعريف، اهو بيتحقق. في الايسوتوبس ليها نفس عدد البروتونات، هنا 12 هنا 12، ولكن تختلف في عدد النيوترونات، 12 هنا ايه؟ 13. طيب مديك سؤال على الكلورين 1735، بس هنا مدي اشاره 7. واتس ذا مينينج اوف، مديك هنا اشاره سوري ماينس، ماينس يعني اكتساب الكترونات، يكتسب الكترون يعني جين الكترون. يعني هنا الساين، هنا الاشاره هنا سواء كانت ماينس اور بلس يعني موجب او سالب، تؤثر فقط في الالكترونات ولا تؤثر على البروتون ولا النيترون. لا تؤثر فقط، لا تؤثر على ايه؟ على البروتون ولا النيترون، لكن تؤثر فقط عليه على الالكترون. هنشوف مع بعض الكلورين، البروتونات زي ما هي 17 هنا 17. طب الالكترونز قلنا الاشاره لما تبقى ماينس معناها يكتسب ولا يفقد؟ يكتسب. فبالتالي الماينس هنا ماينس ايه؟ واحد، يعني كسب كام الكترون؟ واحد. طب لو ماينس 2 كام الكترون؟ 2. طب لو 3 3 وهكذا. ماينس معناها اكتسب الكترون واحد، يبقى 17 بلس 1 ايكوال ايه؟ 18. طب النيوترونز احنا قلنا الاشاره هل تؤثر على بروتون نيوترون؟ لا تؤثر. فبالتالي زي ما هي الماس نمبر ناقص الاتوميك نمبر، يبقى النمبر اوف نيوترونز 35 ماينس 17 ايكوال 18. طب انظر اكزامبل، الومنيوم 1327 بلس 3. What's the meaning of plus؟ plus يعني gain ولا lose؟ lose. يبقى lose كم الكترون؟ 3. يبقى هو الالومنيوم ده فقد 3 الكترونات، فبالتالي قلنا الفقد او الاكتساب يؤثر على ايه؟ يؤثر فقط على الكترون، يعني لا يؤثر على بروتون ولا نيوترون. هنشوف مع بعض الالومنيوم عندنا هنا فيه كم بروتونز؟ زي ما هو 13. طب الالكترونز؟ لا، هنا بقى يؤثر على الالكترون، هنا فقط كم الكترون؟ 3. يبقى 13 ماينس 3 ايكوال كام؟ 10. طب النيوترونز يؤثر عليها الاشاره او الساين؟ نو، نوت افكتد. سو نيوترونز ايكوال 27 ماينس 13 ايكوال 14. طبعا هتحلوا في البيت صوديوم 1123 بلس. اوكي. طيب لو حبينا نحل مسألة عن مظهر، السؤال هيجي في صورة ايه؟ ده اللي هنعرفه من الكوشن 2. السؤال بيقول كلورين كونسيست اوف ذا فولوينج ايسوتوبس، ومديك جدول في الايسوتوب والايسوتوبيك ماس، اتوميك ماس يونت اللي هو الكتلة للنظير وحدتها اتوميك ماس يونت، والفراكشن ابندنس نسبة تواجد النظير في الطبيعة. طبعا بالنسبة للنظير الأول كلورين 35 مديك كتلته 34.96885، بالنسبة نسبة تواجد النظير ده في الطبيعة 0.75771، معناها ان نسبة تواجده في الطبيعة 75% او ممكن تقول 75%. طب بالنسبة للنظير الثاني الكلورين 37 كتلته 36.96990، طب فراكشن ابندنس نسبة تواجده 0.24229، اي نسبة تواجده ممكن تقول 25% او 25%، معناها ان مجموع النظائر في الطبيعة كام؟ 100%. المطلوب what is the atomic mass او what is the average atomic mass of chlorine او what is the relative atomic mass of chlorine، كلها اسئلة واحدة لحل، كلها اسئلة متعددة لحل واحد. طيب قبل ما نحل المساله نفهم الاول ايه هو الافريج اتوميك ماس. ذا افريج اتوميك ماس
of element is the sum of masses of its isotopes each multiplied by its natural abundance. بمعنى أن متوسط الكتلة الذرية لأي عنصر هو مجموع كتل النظائر كل منها مضروبة في نسبة تواجدها في الطبيعة. طيب نرجع نحل المسألة. What is the atomic mass of chlorine؟ يبقى الاتوميك ماس يبقى بالنسبة للنظير الأول، النظير الأول اللي هو نرجع للتيبل، أيوه النظير الأول هو كلورين 35، نعمل إيه؟ نضرب كتلته في نسبة تواجده ونجمعها على كتلة النظير الثاني في نسبة تواجده، إزاي؟ هنشوف مع بعض. الكلورين 35 أدينا ضربنا كتلته اللي هو 34.96885 تايمز 0 نسبة تواجده أهي 0.75771، نجمع عليهم إيه؟ كتلة النظير الثاني في نسبة تواجده اللي هو كولرين 37 اللي كتلته ايه 36.96990 تايمز 0.24229. طبعا هنلاحظ مع بعض ان الناتج النهائي equal 35.452715. ايه واحد قياسي اتوميك ماس يونت او الافرج اتوميك ماس الافرج اتوميك ماس او الريلاتيف اتوميك ماس هي الاتوميك ماس يونت. هنلاحظ مع بعض ان الافرج اتوميك ماس او الاتوميك ماس في الناتج هي الماس نمبر للكلور في الجدول الدوري. رجع معايا للجدول الدوري هتلاقي الكلور المولر ماس او الماس نمبر 35.452715. ليه بقى؟ لان دايما افرج اتوميك ماس لاي عنصر هو المولر ماس او الماس نمبر للعنصر في الجدول الدوري. طبعا دي مساله هوم ورك، كالكوليت ريليتيف اتوميك ماس اوف الايسوتوبس وتحلها وتجيبها ان شاء الله في السكشن الجاي.